لا إله إلا الله، سبحان الله العلي العظيم. كهوف ومغارات عجيبة في جبل القهر. الأحجار الجيرية التي تكونت عقب تساقط قطرات المياه من آلاف السنين. جبل القهر ما شاء الله تبارك الله على الأجواء، درجة الحرارة 30 درجة صيفا. سبحان الله العلي العظيم، تنتقل في جبل القهر من مشهد عجيب إلى مشهد أعجب منه. سبحان الله العظيم الذي خلق وصور. طبعا هذه الجبال خلفها وادي لجبة. طبعا هذا الكهف هو مبيتنا لهذه الليلة إن شاء الله. هذه جلستنا ما شاء الله تبارك الله.